الرحمن الرحيم. أنا جميل صالح شعبان، وحسار رئيس جمعية رابطة أهالي القباب من بلدة القباب قضاء الرملة. بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقة المشروع الوطني للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية من موقع هوية، فإنني بداية أتقدم الشكر والتقدير للقائمين على هذا المشروع الوطني الرائد، والذي يمثل الحاضنة التراثية للذاكرة الفلسطينية بهدف الحفاظ عليها من الاندثار أو النسيان، وكذلك خلق قاعدة بيانات من خلال تسجيل لقاءات الذاكرة الشفوية وتوثيق أسماء العائلات الفلسطينية. كما نعلم جميعا أن المعلومة هي سلاح مهم في تحرير الأوطان، وقد أحسن هذا المشروع من خلال موقع هوية استثمار هذا السلاح بربط الماضي بالحاضر والمستقبل لتوجيه الأجيال القادمة نحو بوصلة الارتباط بالجذور والتراث والذاكرة الفلسطينية. حقيقة يمتاز هذا الموقع فنيا بالحرفية العالية وعمليا بالسهولة في الاستخدام، حيث يمكن كل زائر للموقع من الدخول بكل سهولة ويسر وتصفح محتوياته القيمة، ومنها صور القرى والبلدات الفلسطينية وأحاديث الذكريات مع الذين ولدوا على تراب فلسطين. وكذلك يمكن أي عائلة من إنشاء شجرة لها وإضافة أي عدد من أفرادها عليها. أدعو من هذا المنبر، أدعو جميع العائلات الفلسطينية وخصوصا من بلدتي الحبيبة القباب لدعم هذا المشروع الوطني من خلال إنشاء شجرة لكل عائلة وتوثيق أسماء أبناء العائلات فيها لتشكيل أغصان شجرة فلسطين كلها. بوركت جهودكم وكل من يعمل من أجل فلسطين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.